أما من أخبار المصارعة وبطولة العالم المقامة بصربيا حاليا، سمر حمزة لاعبة منتخبنا المصري بتخسر 5-0 من لاعبة كولومبيا تيتيانا ريناتا من مباراة دور الثمانية لمنافسات وزن فوق 76 كيلو جرام. ولا أي حاجة، أنا هقف هنا مش هكمل الخبر وأقول سمر هي نجمتنا، هي مصنفتنا الأولى وهي كل حاجة، عادي لكل جواد كبوة ووارد جدا يحصل. يعني سمر حمزة هي كانت ممثلتنا الوحيدة للمصارعة النسائية المصرية في هذه البطولة الحالية، وكانت فازت في أول مباراة ليها في على لاعبة صربيا ب 2-0، وهي بتخسر بعد كده في مباراة دور الثمانية، خسرت من زي ما احنا قلنا من بطلة كولومبيا، ومنتظر وصول لاعبة كولومبيا للنهائيات إن شاء الله. يعني في حال وصولها للنهائيات هي دي هتبقى فرصة لسمر تلعب على الطردية في البطولة الحالية. ولكن أنا بالنسبة لنا بطلتنا سمر بوجه لها كل التحية والتقدير، وارد جدا احنا كنا يعني خدنا التصنيف الأول على العالم، يعني ده وارد جدا يحصل في كبوة. لازم نشوف بقى نقعد ايه المشكلات اللي كانت ممكن واجهتها، ايه الأسباب اللي ممكن تكون حصل تراجع في المستوى. وارد يحصل، وارد يحصل، بس لابد تداركه سريعا ونشوف ايه الأسباب. هي بطلتنا اللي هنفخر فيها وهندعمها دايما وأبدا، سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، بطلة العالم في المصارعة. تاني بأكد وارد جدا ممكن يحصل دروب في نتائج، لكن إن شاء الله نلحق نتداركه في القريب العاجل.